صاحب السيرة، وإنما هي شذرات فقط حاول أن يضع عنوان صغيرا تحت شذرات من حياتي، شيء من الواقع وشيء من الخيال. أين قد نتساءل أين يلتقي الواقع مع خيالي في هذه المضمومة؟ وبين قوسين قصص قصيرة. إذا مسألة التجنيس هنا هي مسألة تحتاج إلى فك شفرتها، ولكن قبل أن نرمى هذا التفكيك وهذه الشفرة لا بأس أن نكشف عن بعض القضايا التي أثرها الكتاب. أقول نحن أمام مؤلف يمزج انطلاقا بالألفي بين السير الذاتي والقصص، ويضم 62 نصا، عدد صفحاته لا تتعدى 79 صفحة تقريبا. يبدأ النص كتاب بنص إبداع الذي يدور حول طفلين، أحدهما يقرأ حكاية من كتاب الطفل الثاني، ولما ينتهي الطفل الذي يقرأ الكتاب يأخذ الطفل الثاني الكتاب ليقرأ الحكاية فلا يجدها، وينتهي المؤلف بنص أم العلوم. يعني يبدأ بإبداع وينتهي بأم العلوم، أم العلوم كناية عن الفلسفة، حيث كثر النهض بين المدرس مدرس الفلسفة وتلاميذته للنقطة التي أعطاهم إياها تتمثل في عشرة، رغم أنه في إجابته قد اعتمدوا على الكتاب، وكانت إجابته تتمثل في كون الفلسفة ليست جاهزة، وإنما هي طريقة للتفكير، طريقة لطرح الأسئلة، وليس للحفظ والتلقين. وبين النص الأول والأخير تتناسل نصوص أخرى كثيرة، أثرت بالنسبة إلي لكي لا أدخل في إطار الأفكار والوحدات وكذا، تتناسل نصوص كثيرة أثرت أن ألامسها من خلال خطابات سردية، وقسمت هذه الخطابات السردية إلى الآتي: الخطاب التربوي، الخطاب السياسي، الخطاب الديني، الخطاب السينمائي. على مستوى الخطاب الأول، خطاب تربوي، والنصوص التي تمثل هذا المنحى هي خوف، أعياد الميلاد، حشيش في المدرسة. يدور النص الأول هنا